السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. ونناقش اليوم تداعيات وقف عدة دول تمويل وكالة الأونروا بالتزامن مع مباحثات في باريس بشأن صفقة لتبادل المحتجزين بين حماس والاحتلال ووقف إطلاق النار في القطاع. سيكون معنا خلال هذه التغطية عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان صباح، وكذلك عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، وعبر الهاتف سيكون معنا من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. فاصل قصير ونبدأ بعده التغطية معكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين، ونبدأ هذه التغطية مع الأستاذ عدنان الصباح. مرحبا بكم معنا أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، أهلا بك وبضيوفك. أهلا بكم. مجازة جديدة لقوات الاحتلال في اليوم 14 بعد 100 للعدوان على غزة، لماذا برأيكم الإصرار من قبل الاحتلال على استهداف المدنيين في محيط مستشفى الأمل في خان يونس؟ يعني أولا دعنا نقول أن هذا اليوم 14 بعد 100 للسابع من أكتوبر مكرر. السابع من أكتوبر يتكرر 114 يوما دون تراجع، دون ضعف، دون نكوص إلى الوراء. وهذا هو الذي يدفع بالعدو الغبي والمهزوم والفاشل والمرتبك لأن يواصل جريمته ومقتلته ومظلمته ضد شعبنا برعاية القاتل الرئيسي الولايات المتحدة وعصابتها. ولكن السؤال، هذه المظلمة وهذه المقتلة وهذه الجريمة المتواصلة ما الذي حققت له؟ أي إنجازات تمكن العدو من تحقيقها على أرض الواقع؟ هل وصل إلى الأهداف التي أعلنها؟ هل اقترب من الأهداف التي أعلنها؟ الصحف الأمريكية المقربة من المؤسسة الأمنية الأمريكية تقول أن 80% من قدرات حماس العسكرية لا زالت كما هي، وأن قدرتها على الصمود والقتال لشهور عديدة لا زالت قائمة، وأن التحقيق الأهداف بالقوة العسكرية، الهدف الذي يقال عنه أنه أحد أهدافهم الإفراج عن الأسرى، بات مستحيلا. وثبت أن العكس هو الذي يمكن أن يصبح حقيقيا، لأن كل التجارب التي حاول فيها وهي قليلة أن يحصل على معلومات عن وجود أسرى في مكان هنا أو هناك، لم يتمكن إلا من إنجاز قتل الأسير وقتل من ذهبوا لإحضاره أو إصابته. إذن الحقائق على الأرض تقول الآن أن الجبهة التي بدأت في 7 أكتوبر في طوفان الأقصى على يد كتائب القسام لا زالت هذه الحقيقة الساطعة وهذه الهزيمة تلاحق هذا العدو يوما فيوم طوال 114 يوم. نعم. لأما أن نتحدث عن حجم الكارثة التي يديرها المذبحة، الإبادة التي يديرها هذا العدو على أرض غزة وضد شعبنا الفلسطيني العظيم هناك، هذا لا يحقق انتصارات عليه. طيب أن يرى أستاذ ما الذي يجري وأنتم في داخل دولة الاحتلال. نعم. المؤسسة الصهيونية اليوم منقسمة انقساما عموديا حقيقيا، والصراع لم يعد فقط على أن نفرج عن الأسرى أو نعيد الأسرى أو لا نعيدهم. الصراع ذهب إلى السؤال الكبير وهو بقاء دولة الاحتلال، أمن دولة الاحتلال، كيف يمكن أن نحقق الأمن؟ هذا سؤالهم الكبير، والآن هناك اختلاف في الإجابة على هذا السؤال.
نعم. في حين نتنياهو وعصابته يقولون أن الاستيطان والقوة هما أساس الحصول طيب. على الأمن. هنا أستاذ عدنان وأنتم تتكلمون عن هذا الجانب، تقولون أنه اليوم 114 هو مكرر للسابع من أكتوبر، تمام. إذا لم يحقق الاحتلال أي من أهدافه، ولم يستطع أن يخرج أي من المحتجزين، ولم يستطع أن يفعل أي شيء حتى على المستوى السياسي، هناك يعني صراع، هناك انقسامات داخل حكومة الاحتلال، بالتالي ما المراد من استمرار المجازر والقتل؟ ما الذي يهدف إليه من استمرار القتل وأنت قلت أن حماس لا زالت مسيطرة ومستمرة في قوتها؟ نعم أستاذ عدنان. سؤالي لي أنا. أنا قلت لحضرتك أن الحالة الآن الذي فعله السابع من أكتوبر لم يكن فقط نصرا عسكريا أو إنجازا عسكريا بالوصول إلى القواعد العسكرية وأسر الجنود وإعادتهم وأخذهم إلى قطاع غزة والقدرة على إخفائهم طوال هذه الفترة، هذه إنجازات عظيمة وحقيقية وعسكرية، لكن الذي حققته المقاومة وحققه طوفان الأقصى العظيم أنه دخل إلى بناء الوعي الصهيوني، إلى البنية الأساسية، هذا أولا. ثانيا أنه ضرب في الأساس الرواية والسردية الصهيونية، لا أقصد عن أحداث السابع من أكتوبر وطوفان المظلومية التي كانت تدعي بها إسرائيل، السردية الصهيونية عن القضية الوطنية الفلسطينية برمتها، وأعاد إلى الأذهان صياغة التاريخ من جديد، لأن طوال 75 عام كادت دولة الاحتلال وسادتها الولايات المتحدة والعصابة أن يصنعوا تاريخا مختلفا وأن يقدموا صورة دولة الاحتلال وكأنها فعلا هذه دولة عريقة موجودة قديمة ويحق لها أن تكون جزءا من المنطقة كما كانوا يخططون. الذي فعله طوفان الأقصى أنه ضرب هذه الأسس، الآن سيعاد كتابة التاريخ على حقيقته على يد طوفان الأقصى أولا. ثانيا أنه دخل إلى التركيبة البنيوية للوعي الصهيوني الذي كان يعتقد وذهب بعيدا في هذا الاعتقاد أن الاقتراب منه ومن كينونته ومن وجوده ومن قدراته ومن هذا بات هذا شيئا من الخيال، لا أحد، هذا كان الاعتقاد ليس فقط عند دولة الاحتلال ولكن عند السيد الصهيوني الأول بايدن والعصابة ومن لف لفه الذين اعتقدوا أن بإمكانهم أن يقيموا حلفا طبيعيا نزويا في الشرق الأوسط بقيادة دولة الاحتلال. طيب الآن السؤال المطروح في أوساط دولة الاحتلال، سؤال الوعي، هو كيف نحصل على أمن لوجودنا، أقصد دولة الاحتلال، من أي بأي وسيلة، كيف نعيد سكان غلاف غزة؟ إذن بعد عملية طوفان الأقصى أصبحت دولة الاحتلال كلها بوجودها مهددة كدولة. طيب أستاذ ماهر، دعنا فقط نرحب بضيفنا الأستاذ ماهر حجازي المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية. مرحبا بك معنا أستاذ ماهر. أهلا بكم. جيش الاحتلال يرتكب أمس 18 مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 174 مدني رغم حكم محكمة العدل الدولية، هل تعتبرون هذا هو رد على حكم المحكمة من قبل قوات الاحتلال في نظركم يعني؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا الاحتلال الإسرائيلي أعلن موقفه الواضح من ما صدر من قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنه يرفض هذه المحكمة بالأساس منذ بداية الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا، وبالتالي هو يواصل إجرامه وعدوانه وجرائم الإبادة بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وعلى الرغم من أن القرار، يعني للأسف القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية لم يدعو بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العدوان ووقف جرائم الإبادة البشرية، وبالتالي هذا أيضا ما فسره الاحتلال الإسرائيلي بأنه يواصل
حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، لكن الإجراءات التي دعت إليها محكمة العدل الدولية هي التي تقود إلى أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يوقف عدوانه وجرائم الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني، عندما يطالب بوقف بالسماح بإدخال المساعدات وأيضا وقف التحريض على الشعب الفلسطيني ووقف استخدام القوى العسكرية المفرطة ضد المدنيين وتوفير الحماية للمدنيين. لكن من واضح هذا الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وإجرامه بحق شعبنا داخل قطاع غزة، يصعد من هذا الإجرام ما يجري في مدينة خان يونس ومحاصرة مجمع ناصر الطبي والمناشدات التي تطلق من داخل المجمع بالحاجة الضرورية والملحة إلى نقل العشرات من الجرحى والمصابين من داخل مشفى مجمع ناصر الطبي إلى المشفى الأردني الميداني في مدينة خان يونس، وبالتالي هذا الاحتلال يصعد إجرامه وعدوانه على شعبنا، يحاصر المشافي، يستهدف المساعدات، يستهدف مراكز الإيواء ويخصف أبناء شعبنا وهم يعني يستلمون ما يوصل من مساعدات إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا الاحتلال يواصل العدوان ويواصل الإجرام، لأنه أيضا يعني اليوم يعني لن يحقق أي إنجاز عسكري منذ 7 أكتوبر في هذه الحرب العدوانية والبرية والقصف من الجو والبحر ضد قطاع غزة، وبالتالي يمارس سياسة عقاب جماعي، ولا يزال للأسف يعني مدعوما بالموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي. وآخر هذه ماهر لو إذا سمحت لي، ما الذي يعني يرمي إليه من خلال استمرار هذه المجازر؟ كما ذكرنا يعني مع الأستاذ عدنان أنه لم يحقق أي من الأهداف ولا حتى أن يقترب منها، فبالتالي هذه الإبادة الجماعية ما المقصود من ورائها؟ هل سيستمر بقتل 1 مليون فلسطيني في غزة؟ يعني للأسف في ظل المواقف الدولية التي يعني خاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا، يواصل بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب قتل أبناء شعبنا ويواصل الجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وهو يمارس سياسة عقاب جماعي منذ 7 أكتوبر، يعني يحمل الشعب الفلسطيني يمارس يعني هذا الاحتلال إبادة بشرية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، تعبير عن إخفاق إسرائيلي واضح في الميدان تجاه المقاومة الفلسطينية، وأيضا نتيجة ما يتعوى يعني الحرب الداخلية أو النفسية أو يعني التضارب الداخلي بين حكومة الاحتلال داخل المجتمع الإسرائيلي وما يعني الضغوط على بنيامين نتنياهو لوقف هذا العدوان سواء من عائلات الأسرى أو من الأطراف السياسية الأخرى داخل وحتى الخلافات في وجهات النظر والتباين مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإبادة البشرية داخل قطاع غزة واستهداف المشافي. وللأسف اليوم يعني أيضا ما جرى من يعني تماهي بعض الأنظمة الدولية لا تزال تتماهى مع هذا الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى روايته في عدوانه على شعبنا، ما جرى من قطع المؤقت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الدول الغربية والأوروبية قطع أو وقف مساعداتها لوكالة الأنوروا بشكل مؤقت، وهذا يعتبر تجاوبا مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الادعاءات التي يروج لهذا الاحتلال وتبني للرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بوكالة الأنوروا، وبالتالي هذا تماهي مع هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا، لأنه قطع المساعدات عن وكالة الأنوروا بشكل مؤقت هذا يعني تكريس أو زيادة المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة بسبب هذا العدوان، وبالتالي هو تماهي مع السياسة العدوانية الإسرائيلية، وهذا يعطي مبرر للاحتلال الإسرائيلي لأن يواصل عدوانه على شعبنا ويستهدف وكالة النور ويستهدف المراكز الإيواء داخل قطاع غزة التي فيها آلاف من أبناء شعبنا. مراكز الإيواء والخيام من ظروف مأساوية خصوصا مع موسم الأمطار والأوضاع التي يعيشونها. أستاذ عدنان، هنا أيضا مع كل الدمار، مع كل القتل، مع كل عملية التشريد والتخلي من قبل الجميع عن أهالي غزة، المقاومة الفلسطينية من جانبها تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على محاور عديدة يستهدف فيها عدد من آليات الاحتلال، وأن تبقى المقاومة بهذه القوة بعد 114 يوم، ما أثر ذلك على الشارع في الداخل المحتل؟ أنت ترى الذي يجري هذا له تأثيرين. أولا يعني دعنا نذهب إلى تأثيره على دولة الاحتلال، كما ذكرت لحضرتك أن حالة الذهول التي لا زالت قائمة في أوساط دولة الاحتلال حول ما جرى وما زال يجري قادهم إلى السؤال الكبير الذي طرحناه، كيف نحصل على الأمن؟ لأننا بحاجة له،
وهل سنحصل على الأمن بمزيد من القوة ومزيد من البطش ومزيد من الاستيطان؟ أم وهناك رأي آخر يقول أن الحل العسكري بات مستحيلا، أن الأمن بالقوة بات مستحيل، وأن لابد من إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية. هذا رأي ليس فقط في صالونات السياسة العالمية، ولكن هذا رأي للمفكرين، للمحللين، للدارسين، للاستراتيجيين في دولة الاحتلال. نعم. وبالتالي هناك رؤيتين مختلفتين. هاتين الرؤيتين الآن لم تعودا رؤيتين للنقاش، باتا رؤيتين متصارعتين. نعم. وهذا الصراع احتدم. غدا كما قال لبيد اليوم أنه غدا أو بعد غد لا أذكر بالضبط سيقدم حجب ثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو. طيب. المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تدرس تطبيق قانون التعذر ومنع بنيامين نتنياهو من مواصلة مكانته كرئيس وزراء واستبداله. نعم. هناك قناعات تترسخ. هذا كله بالمناسبة سببه، يجب أن نعرف جيدا سببه، إنجازات السابع أكتوبر وطوفان الأقصى. نعم. لكن هذا سيسألون نفسهم السؤال التالي الآن، إذا كان بعد 75 عام، أكثر من 75 عام، تمكن كتائب القسام من أن تهز شباك دولة الاحتلال ومعها كل المشروع الإمبريالي في المنطقة، طيب إذا أي أمان يمكن أن يكون؟ إذا كان هذا الحدث العظيم جاء من أين؟ جاء من قطاع غزة. قطاع غزة الذي لم يمضي على حياته من الهدوء أكثر من سنوات قليلة بين الهجوم والهدوء، حصار مستمر لسبعة عشر سنة. في المرحلة الأخيرة هذه عقدين من الزمن تقريبا، وقطاع غزة يقع تحت حصار جائر مغلق عليه كل الجهات. وبالتالي إذا تمكنت المقاومة الفلسطينية بعد عقدين من الحصار، حصار أغلقت حتى الأرض حفروها على الحدود مع مصر، لم يبقوا مكانا، أقاموا كل السواتر، كل الجدران، الكهرباء والكاميرات والجدران الاستنادية والحفر الأرض وأقاموا خنادق وحطوا مي، ومع ذلك يتمكن فصيل فلسطيني كانوا يعتقدون كما هم يقولون أنه ردع، يتمكن فصيل فلسطيني من إلحاق الهزيمة بالجيش الأقوى في المنطقة، نعم، أو الجيش الذي نعم لا يقهر، أو الدولة التي كانت تقدم نفسها حتى 7 أكتوبر أنها الدولة الأكثر قوة في صناعة التجسس والأمن، يعني أكثر إبداع، كانت دولة الاحتلال تبيعها إبداع الأمن. جنرالات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانوا حين ينهون عملهم العسكري يقيمون شركات أمنية رائجة والكل يتمنى العمل معها، لأن هؤلاء لديهم وسائل تجسس متطورة، لديهم برامج تجسس مخترق، لديهم قدرة على المعرفة عجيبة غريبة لا أحد يستطيع أن يصل إلى مستواها. هؤلاء يعرفون دبيب النملة، أي دبيب نملة. ولكن برغم كل هذه الصورة التي كانت مأخوذة، يعني المقاومة غيرت هذه الصورة النمطية لجيش الاحتلال. اسمح لنا أستاذ عدنان فقط أن نرحب بضيفتنا أسماء هريش الصحفية من الضفة الغربية. مساء الخير أسماء. مساء النور. أهلا بك أسماء. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قلقيلية شمالية الضفة الغربية اليوم، هل هناك أي تفاصيل عن عملية الاقتحام؟ هل تمت مقاومة قوات الاحتلال من قبل فصائل أو قبل أفراد من المقاومة؟
نعم، يعني نتحدث اليوم من 114 على نعم. استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتزامن مع ذلك على استمرار اقتحامات مدن الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها. يعني على شكل التحديد نتحدث عن مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية التي اقتحمتها قوات الاحتلال منذ ساعات منتصف هذه الليلة، حيث اقتحمت عدد يعني اقتحم عدد كبير من الآليات العسكرية لمدينة قلقيلية. خاصة نتحدث عن هذه المدينة على مدار 3 أسابيع تتعرض تقريبا بشكل شبه يومي، وأيضا خلال ساعات الليل وحتى أيضا خلال ساعات النهار. ويتخلل هذه الاقتحامات وتحديدا ما حدث الليلة مداهمة عدد من منازل المواطنين، مداهمة عدة أحياء في داخل المدينة، حيث كان هناك اقتحام لمنزل الأسير المحرر وسام بكير، وقامت قوات الاحتلال بتخريب محتويات المنزل وباعتقاله. بالإضافة إلى ذلك أنها أيضا اعتقلت السيدة الدكتورة زهرة خدرج من منزلها بعد أيضا تحطيم محتويات المنزل وتخريبه بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها أيضا داهمت عدد من منازل المواطنين وأحدثت فيها باءت الشيء دون إحداث أي اعتقال، إلا أنه هذه المنازل منازل لأهالي الشهداء أو لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال. ومنذ فقط يعني نتحدث على مدار أسبوعين بات الاحتلال يستهدف في اقتحاماته منازل الشهداء ومنازل الأسرى في سجون الاحتلال، ويقوم إما بتخريبها وتفتيشها أو حتى بسرقة أموالهم أو بمصادرة مركباتهم. خلال هذا الاقتحام أيضا كان هناك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، بالإضافة إلى تصدي المقاومين لهذا الاقتحام واندلاع اشتباكات مسلحة. ونتحدث عن مدينة قلقيلية، يعني قدمت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم 16 شهيد من بين عدد كبير من شهداء الضفة الغربية الذي تجاوز 373 شهيدا. بالإضافة إلى ذلك أنه يعني في ساعات الصباح أيضا أعادت قوات الاحتلال اقتحام المدينة وقامت بمصادرة جرافة فلسطينية أثناء عملها قرب سينيريا أيضا جنوب شرق مدينة قلقيلية. أيضا ربما بلدة عزون شرقي الضفة صحيح. القوات الاحتلال تقتحم هذه البلدة وتنصب عدة كمائن في الشوارع والأزقة، بما تفسرين نصب مثل هذه الكمائن في الشوارع دون أن يكون هناك أي مبرر لها، حتى نشاط مقاومة ربما ليس موجود؟ نعم، يعني نتحدث بلدة عزون أيضا هي من قرى مدينة قلقيلية، هي شرق مدينة قلقيلية على وجه التحديد. وهذه القرية أو البلدة يعني باتت تشهد مؤخرا أيضا اقتحامات واسعة ومتكررة خلال الأيام الماضية، حيث يقتحم فيها الاحتلال أيضا منازل الأسرى المحررين، وتحديدا يقتحم منازل المقاومين يعني اليوم الذين هم باتوا مطاردين للاحتلال، فيقوم بمداهمة منازلهم، إما يعني يستطيع الوصول إليهم ويعتقلهم أو يقوم باعتقال أحد أفراد عائلتهم من أجل الضغط على المطلوب لتسليم نفسه. هذه المدينة يعني منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هي يعني تشهد ارتفاع وظهور لمجموعات مقاومه، بالعكس هي اليوم يعني نتحدث في كل اقتحام سواء لبلده عزون او لحتى مدينه قلقيليه سيخرج مجموعه من المقاومين، يعني من بينهم مجموعه من بلده عزون يتصدون لقوات الاحتلال، وتندلع اشتباكات مسلحه بين قوات الاحتلال وهؤلاء المقاومين، وبالتالي في كل مره يرتفع العمل المقاوم في هذه البلده ويعيد الاحتلال اقتحامه لهذه البلده. ومؤخرا نتحدث ايضا عن تفجير المقاومين ايضا بعبوات محليه الصنع لعدد من الاليات الاحتلال العسكريه، ومؤخرا ايضا قام الاحتلال باقتحام احد ايضا المخازن التي يدعي وجود عدد من العبوات المحليه الصنع التي تخص المقاومين. نعم، تفضلي بالبقاء معنا اسماء. نتوجه بالسؤال الى الاستاذ ماهر، يعني المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي يقول انه عدد المدنيين الابرياء الذين قتلوا في غزه هو صفر،
ماذا يعني هذا التصريح مقابل ما تؤكده منظمات دولية بشأن وجود إبادة في القطاع؟ أن يقول أن المدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة صفر، فبالتالي الذي يحسبهم من القتلى هم في عداد من؟ هل يحسب كل فرد قتل هو من حماس، هو مقاوم؟ يعني بلا شك بكل تأكيد الموقف الأمريكي واضح منذ يعني اللحظات الأولى لشن هذا العدوان على شعبنا، هو يدعم بشكل سياسي وعسكري ويوفر حماية قانونية للاحتلال الإسرائيلي ليرتكب جرائم إبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة. وبالتالي الموقف الأمريكي يعني شعبنا يعتبر أمريكا هي شريكة في جريمة العدوان على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة بشرية بحق أهالي قطاع غزة يرتكبها بسلاح وذخيرة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي. وهذه التصريحات يعني ما يقوله الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية والمتضامنين مع القضية الفلسطينية الذين يتظاهرون في كل يعني المدن وخاصة في العاصمة واشنطن، والذين يطالبون يعني إدارة بايدن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي ليوقف هذا العدوان على شعبنا وجرائم الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهذا يتناقض مع المحكمة التي يعني وهي لو كانت ربما شكلية محاكمة بايدن ووزير الخارجية ووزير الدفاع بأنهم لم يعني يتخذوا جهودا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ليوقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي للأسف اليوم الموقف الأمريكي لا يزال شريك وداعم أساسي لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وهذه التصريحات يعني الصادرة عن المسؤولين في إدارة بايدن هي تعتبر ولكن دعم. أستاذ ماهر يعني نفهم أن أمريكا تقف مع إسرائيل في رفضها لأي مقاومة مسلحة تهدد أمن إسرائيل، ولكن أن يقف مع كل المدنيين في قطاع غزة ويجعلهم في صف المقاومة، كيف نفهم مثل هذا التناقض؟ يعني هذه فضيحة للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وهذا شك مفتوح وضوء أخضر يعني ما يجري الحديث عنه من تناقضات في إدارة بايدن. أن إدارة بايدن حريصة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أنه حريصة على أن يكون هناك حماية، توفير حماية من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في استهداف قطاع غزة. وبالتالي هذا يعكس حقيقة التناقض في التصريحات الأمريكية، ويؤكد ويثبت انه الولايات المتحده الامريكيه شريكه لهذا الاحتلال في العدوان على شعبنا وجرائم الاباده. وايضا حتى القرار الصادر عن محكمه العدل الدوليه وموقف الولايات المتحده الامريكيه من اساسا من المحكمه والحديث ان هذا الاحتلال لا يرتكب جرائم اباده بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف الامريكي يعني يعكس انه اداره بايدن شريكه فعليا في هذا العدوان والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وهذه التصريحات يعني هي ايضا لتبرئه الولايات المتحده الامريكيه التي يرى العالم كله حتى الشعب الامريكي ووفق يعني الاحصائيات والاستطلاعات الراي في الولايات المتحده الامريكيه هناك تراجع في اداره بايدن في الشارع، وايضا هناك يعني خاصه الشباب الامريكي هناك نقمه واضحه من قبل داخل المجتمع الامريكي على كيفيه اداره بايدن لهذا العدوان ووقفها الى جانب الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي هذا هو موقف الولايات المتحده الامريكيه التي لا تزال شريكه، وهي شريكه فعلا في حرب الإبادة التي يعني يقوم بهذا الاحتلال بحق شعبنا داخل قطاع غزة. نعم أستاذ عدنان، في هذا الضوء أو في ضوء هذا الحوار، يعني إلى أي مدى يشكل تعليق أمريكا ودول عديدة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يشكل تعليق أمريكا وهذه الدول تواطؤ مع الاحتلال؟ كيف ترون هذه المفارقة بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية، وإن كان لم يصدر القرار بإطلاق فوري لإطلاق النار، ولكن كيف تقيمون يعني تعليق أمريكا وبعض الدول مساعداتها للأونروا التي تمثل شريان الحياة المتبقي لأهل غزة؟ تدري أن الأونروا أقيمت أصلا بعد نكبة 48، وكان الهدف من إقامتها بقرار إقامتها أنه تقديم العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين لحين تنفيذ إقامة الدولة العربية في فلسطين واستتباب السلام ثم تحل. هذا المفروض كانت مؤقتة. نعم. ثم جعلوها دائمة لأنه فيش حل القضية الفلسطينية وفيش دولة عربية في فلسطين وفي بس دولة الاحتلال. ثم ومنذ سنوات على أي حال هم يحاولون إلغاء الأونروا أكثر من محاولة جرت من قبل الولايات المتحدة. ترامب أعلن وقف المساعدات للأونروا لأن واحدة من أهم أهداف دولة الاحتلال إلغاء الأونروا. ليس الأونروا كمنظمة، لكن الأونروا هي
شعار إعلام مؤسس لوجود قضية حقيقية اسمها قضية اللاجئين. نعم. وقضية اللاجئين اسمها قضية فلسطين والنكبة و48 التي يحاولون التخلص منها. اليوم لماذا ظهرت إلى السطح بهذه القوة؟ حكاية أن أبنائنا 12 موظف فلسطيني شاركوا في أحداث 7 أكتوبر. طيب هل هناك يا أونروا، هل هناك تحقيق جرى بهذا الشأن؟ هل في عقود العمل لهؤلاء الموظفين ما يشير إلى منعهم من القيام بعمل ما؟ هل هناك في قانون ونظام الأمم المتحدة ما يمنع موظف في مؤسسة ما من أن يشارك شعبه في تنفيذ حق من حقوقه المشرعة والمشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة؟ نعم. بالتحضي والنضال والكفاح من أجل حقوقه الوطنية وحريات شعبه. ثم هل قمتم بتشكيل لجنة وقامت بالتحقيق واستمعت إلى إفادات هؤلاء الموظفين وأقروا بالجرم المنسب إليهم إذا كان جرما وفق اتفاقية العمل المعقودة معهم؟ نعم. ثم اتخذتم قرارا بفصلهم؟ هذا بالنسبة للأونروا، لأن الأونروا متآمرة، لأنها لما قامت بفصل 12 موظف أو 10 موظفين من 12، لما قامت يعني أكدت للعالم، أكدت أن رواية دولة الاحتلال حقيقية وصحيحة. وطبعا الولايات المتحدة، طيب أستاذ عدنان، على أي شيء استندت الأونروا بفصل 12 أو 10 موظفين من أصل 12 كما ذكرتم؟ نعم. فبالتالي الولايات المتحدة هذه فرصتها، فورا أعلنت وقف تعليق الدعم، أصلا هي ما بتدعمش. ثم جاءت عصابة جازية، هي عصابة اللصوص. لا عفوا أستاذ عدنان، إذا سمحت لي، على أي شيء استندت الأونروا بفصل الموظفين؟ جاهزين. يعني هذا قبل قليل احد الاخوان قال ان الولايات المتحده تدعم اسرائيل او تقف الى جانب اسرائيل. لا صحيح، مع احترامي عفوا، يعني قصدي هذه اسرائيل جندي عندها مش تدعمها. هذا قاتل ماجور معسكر بعيد اقامته بالشرق الاوسط، وعشان بعيد ودت اولادهم ونسوانهم وعيالهم معه. هذا معسكر امريكي، جزء من الجيش الامريكي، قاتل مأجور ينفذ خدمات لصالح الولايات المتحدة وعصابتها. وبالتالي أنا بقول اللي بقتل شعبنا في غزة، وحتى بقتل اليهود في غلاف غزة ولا في شمال فلسطين، هو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب القاتل أي واحد بنقتل عوج الأرض. أستاذ عدنان، اسمح لنا فقط نأخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث معكم ضيوفنا الكرام ومشاهدينا. فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين، ونتوجه بالسؤال إلى الصحفية أسماء هريش. أسماء، بالأمس تم ملاحظة أن الاحتلال قام وبشكل مكثف باستخدام طائرات مسيرة ولا سيما المستخدمة لغرض الاستطلاع وكذلك الاغتيالات. كيف شاهدتم هذه الحالة وكيف تقيمون يعني استخدامها في الضفة الغربية في هذه الفترة؟ نعم، يعني في الضفة الغربية بات مؤخرا ظهور هذه الطائرات المسيرة تقريبا بشكل شبه يومي، سواء هذا يكون بالتزامن مع الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات أو حتى من غير وجود أي اقتحام. وبالتالي عندما تظهر هذه الطائرات يعني ربما يعني ذات التنبؤ بحدوث اقتحام، يعني يكون احتمال كبير لأحد المناطق والمخيمات. وبالتالي تقوم طائرات الاحتلال تحديدا بالطائرات المسيرة
بعملية استطلاع ورصد وملاحقة للمقاومين، خاصة نتحدث عن ارتفاع عمل المقاوم في الضفة الغربية وتحديدا بالمخيمات، فيحاول الاحتلال بهذه الطائرات الوصول للمقاومين وارتيالهم بشكل مباشر، كما شهدنا مؤخرا في يعني مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيم طول كرم، وأيضا حتى مخيمات مدينة نابلس مثل مخيم بلاطة التي قامت قوات الاحتلال باغتيال المقاومين بهذه الطائرات المسيرة بعد فشلها وتمكنها من الوصول إلى المقاومين داخل أدقة المخيمات. وأيضا تقوم طائرات أيضا تقوم قوات الاحتلال باستخدام هذه الطائرات أيضا أحيانا بالتزامن مع الاقتحامات، عندما تقتحم قوة خاصة لأحد المخيمات تسبقها هذه الطائرات لتقوم بعملية استطلاع أيضا ورصد وتؤمن الطريق من أجل الوصول للمنطقة أو الهدف المطلوب. فيقوم يعني بعد تأكدها من تأمين وصول هذه القوة يعني وربما يكون هدفها في قبل يعني اغتيال الشبان يقوم هدفها خاصة اعتقال المقاومين، إلا أنه بعد فشلها باعتقال المقاومين إما تندفع اشتباكات مسلحة وتقوم قوات الاحتلال بإعدام المقاومين بشكل مباشر، وإما أيضا تقوم باغتيال بهذه الطائرات المسيرة بعد فشلها على أرض الواقع أو على ساحة المعركة. ومنذ الأمس يعني بدأت هذه الطائرات بالظهور، ويعني تلا ذلك عن اقتحام لمدينة قباطية في شمال الضفة الغربية، وهذا الاقتحام يعني جاء وسط إطلاق نار كثيف من المقاومين وتبادل، كان هناك تبادل إطلاق نار، وبالتالي يعني هذه الطائرات المسيرة أنذرت بحدوث مثل هذا الاقتحام، وفعلا حدث هذا على أرض الواقع، وتصدى المقاومين لهذا الاقتحام من يعني تحديدا هذه الليلة في مدينة قباطية، وأيضا تمكن المقاومين من تفجير عبوة ناسفة عن بعد في قوة مشاة إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وموقع إصابات مباشرة، كما تحدثت سرايا القدس في بيانها إثر تصديها لهذا الاقتحام. فبالتالي يعني بات الاحتلال يستخدم هذه الطائرات المسيرة يعني إما العمليات الاستطلاع وترقب ورصد المقاومين، وإما أيضا لاغتيالهم بشكل مباشر، خاصة تحديدا منذ السابع أكتوبر حتى اليوم نتحدث عن عمليات اغتيال متكررة، ونتحدث عن يعني أعداد كبيرة من المقاومين. نعم. قبل يعني أسبوع يعني نتحدث عن ارتقاء مقارب ثمن مقاومين بطائرة مسيرة يكون استهدافهم بشكل مباشر بعد فشل قوات الاحتلال من الوصول إليهم داخل أدقة المخيمات. نعم أسماء، يعني نتوجه أيضا للسؤال إلى الأستاذ ماهر. في وقت سابق ناشد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدول المانحة لضمان استمرارية عمليات وكالة الأونروا، هل تعتقد أن الدول تحركت بقرار تعليقها دعم الأونروا من أجل الضغط على المقاومة؟ يعني لا شك اليوم هذا القرار الذي أصدرته مجموعة من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا داخل قطاع غزة. هذا القرار يعني الذي استندت إليه هذه الدول لمزاعم الاحتلال ورواية الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمجموعة من موظفي الأونروا داخل قطاع غزة، وأيضا للأسف الموقف الأونروا الذي اعتمد ايضا على الروايه الاسرائيليه، ونحن يعني خلال هذا العدوان وشاهد العالم كذب الاحتلال الاسرائيلي في كثير من الروايات التي روجها من السابع من اكتوبر، لكن ايضا تبني وكاله الأونروا وفصل مجموعه من الموظفين بناء على روايه الاحتلال الاسرائيلي، ولا نعلم ان كان هناك تحقيق داخلي داخل الأونروا، ولكن ايضا موقف الأونروا هو كان في اطار سلبي. يعني اليوم نفهم التناقض بين دعوه الامين العام للامم المتحده والأونروا إلى الدول لمواصلة الدعم. نعم. وهذا التناقض. نعم. في الموقف الأونروا في فصل مجموعة من الموظفين بناء على ادعاءات من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا القرار يعني قرار هذه الدول وقف المساعدات تعليق المساعدات بشكل مؤقت لوكالة الأونروا، هذا يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي،
وهو قرار خطير ايضا يتناقض مع الاجراءات التي دعت لها محكمه العدل الدوليه في نعم. لاهاي، لانه هذا يعني سيكون له تعطيل لدور الاونروا داخل قطاع غزه، وهذا ايضا سيعطي مبرر للاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف وكاله الاونروا ليس منذ اليوم ولكن منذ عام 48، سيعطي مبرر لهذا الاحتلال ليواصل قصف مراكز اللواء، مدارس الأونروا داخل قطاع غزة جزء منها تم تدميره وجزء منها هي مراكز إيواء، وبالتالي هذا القرار أيضا سيعطي مبرر للاحتلال الإسرائيلي ليواصل قصف مراكز الإيواء ويستهدف الأونروا ضمن سياسة إسرائيلية قائمة على إنهاء الوكالة، لأن وكالة الأونروا التي تأسست بقرار أموي 302، القرار الأممي 302 هي مؤسسة لا تنتهي عملها إلا بتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى القرى والمدن التي هجروا منها عام 1948، وبالتالي هذا القرار قطع المساعدات هو يأتي في سياق إطار حرب الإبادة التي يقوم بهذا الاحتلال ضد شعبنا داخل قطاع غزة. ولكن في ذات الوقت أيضا مندوب الاحتلال يهاجم حتى غوتيريش لأنه دعا الدول المانحة إلى إعادة تمويلها للأونروا. يعني لا شك اليوم هذا الاحتلال الاسرائيلي هو يحارب الاونروا، يستهدف وكاله الاونروا داخل قطاع غزه، وهذا القرار بوقف المساعدات لا ينعكس فقط بشكل سلبي على الفلسطينيين داخل قطاع غزه ومخيمات شتات، وبالعكس ينعكس على 6 مليون فلسطيني ايضا يعيشون في شتات وخاصه في مخيمات سوريا والاردن ولبنان، وبالتالي وبالاساس الاونروا يعني تعاني مشكله وهناك عجز مالي، وبالتالي هناك ضعف في الخدمات التي تقدمها وكاله الاونروا داخل قطاع غزه وفي مخيمات الضفه وفي القدس المحتله وفي الاردن وسوريا ولبنان، وبالتالي هذا سينعكس ايضا القرار على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبالتالي هذا القرار قطع المساعدات او تعليق المساعدات بشكل مؤقت هو سياسه عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وهو تماما مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يحارب وكاله الاونروا لانها الشاهد الوحيد على النكبه الفلسطينيه، ويعني هي تتعلق بقضيه اللاجئين وبحق العوده، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي سياسته هي سياسه عدوانيه، وهناك كثير من المشاريع التي تهدف يعني وكان الاحتلال هو من يقف وراءها في تشويه وكاله الاونروا وفي منع وكاله الاونروا من تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، وبالتالي دور الاونروا مهم في تعزيز صمود شعبنا، لذلك هذا الاحتلال الاسرائيلي يحارب الاونروا وشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج بمؤسساته وهيئاته، الجميع اكد انه التمسك بوكاله الاونروا كونها الشاهد الوحيد والاخير على نكبه الشعب الفلسطيني وانهاء عمل الاونروا هو بتحقيق عوده اللاجئين الفلسطينيين الى المدن والقرى التي هجروا من عام 48. استاذ عدنان، ايضا لو تحدثنا عن قطر والتلاسن الذي وقع بين حكومه نتنياهو واتهامه لقطر بانها تنحاز الى المقاومه رغم انه لا يجد دليل على ارض الواقع، هل هي محاوله من قبل نتنياهو لافشال صفقة التبادل، وما مصلحته في إفشال هذه الصفقة بالوقت الذي هو يقع تحت ضغط أسر الأسرى داخل المحتل؟ نتنياهو يحاول أن يعلق فشله على أي جهة يراها مناسب أو يجدها أمامه. نعم. ونتنياهو يرى أو يريد أن يقول للجمهور ذوي الأسرى تحديدا أن هناك جهات لا تريد أن تضغط على حماس وأنها قادرة على أن تضغط على حماس، وهذه الرسالة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على قطر على قاعدة أن قيادة حماس أو بعض قادة حماس موجودين في قطر، هذه حقيقة يعرفها القاصي والداني وكل العالم، ولكن أيضا كل العالم يعرف أنه لا تستطيع قطر أن تضغط على قيادة حماس لكي تقوم بتنفيذ إرادة نتنياهو. ثم أن قيادة المقاومة في موضوع الأسرى هذا موضوع الآن يعرف كل العالم أنه موجود في غزة، القرار في هذا الموضوع موجود في غزة، القرار في هذا الموضوع موجود لدى كتائب القسام، صحيح هذا جسم واحد، صحيح هذا قيادي وحدي، ولكن بالتأكيد في موضوع بهذه الخطورة وبهذا الكم من الأهمية العالية لا تستطيع قطر، ولا أعتقد أنها ترغب أيضا بأن تظهر بمظهر المدافع عن نتنياهو، هي ليست مهمتها أن تحقق لنتنياهو ما تريد، هي تسعى لإيجاد حل سلمي سياسي يرضي الأطراف جميعا في الإفراج عن الأسرى. اليوم
نتنياهو لا يريد ذلك. نتنياهو يتمنى أن يصحو من النوم وقد اكتشف أن جميع الأسرى قد قتلوا. ولم يبقى هناك أسير واحد حي. لأنه يريد أن يتحلل من هذا الضغط الهائل الذي يتعرض له اليوم ليس فقط من ذوي الأسرى، وهذا بدأ يتعرض له من ذوي الجنود الذين يقتلون ويجرحون، ومن خطر أن يؤسر عدد منهم. واليوم يعني هاجس رون أراد بدأ يلاحق كل دولة الاحتلال على الأسرى الموجودين. واليوم المقاومة تقدم يوميا رسائل موجهة للجمهور أنه هؤلاء بناتكم موجودين، وهاي بناتكم عم بيحكوا أنه نتنياهو اللي بدوش، ونتنياهو بناتكم وأولادكم بدهم يروحوا على بيوتهم. إذا لا زالت الأوراق بيد المقاومة والقرار يصنع لا زال في داخل غزة. نشكركم ضيوفنا الكرام من جنين رئيس مركز جنين الإعلام الأستاذ عدنان الصباح، شكرا لكم على المداخلة، ومن أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، شكرا لكم على المداخلة والتواصل معنا. من الضفة الغربية نشكر الصحفية الفلسطينية أسماء هريش، شكرا لكم، ونشكركم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.